من هو التابعي من كتب مقدمة أسد الغابة؟ التابعي هو المسلم الذي لقي بعض الصحابة ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد إسلامه، ويدخل في ذلك من كان حيا أو لقيه ولم يؤمن به في حياته كرسول هرقل كان جيه وما أسلمش لسه. فالفرق بين الصحابة والتابعين هو أن الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مؤمنين به وماتوا على دينه، ولو تخلى ذلك في نظرهم ردة. أما التابعون فإنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقوا من لقيه وهم أصحابه، أو لقوه ولكن لم يؤمنوا به إلا بعد وفاته. بالراحة بقى عشان ده موضوع مهم. بصوا شكل بس، طبعا النبي لا يمثل يعني، لكن نفترض ده النبي، في مجموعة بشر هنا حواليه شافوه عايشين في الحياة يتنفسوا وكبار وأسلموا، دول كلهم أسلموا، وكمان شافوا النبي، شافوه إن شاء الله زي ما قلت زي ما قال هم في الكتاب قصرت مجالسته أو طالت ساعة زي 23 سنة، مش في النقل، في مسألة أنه عد من الصحابة بقى واحد صحاب. طيب التابعي بقى مين؟ دول الصحابة. التابعي بقى، التابعي اللي هي الآية اللي قلت لكم عليها والذين اتبعوهم بإحسان، وخلي بالكم كلمة إحسان دي هتكون فاصل في حاجات كتيرة، مش أي اتباع ومش أي واحد يقال عليه، عشان زي ما هقول لكم دلوقتي شاف الصحابي بقى تابعي. مين التابعين؟ الذين الجيل دول بقى مجموعة ناس اهي ليهم حالين يعني طريقتين، إما ان هم عايشين أيام النبي مكان حي لكنهم لم يدخلوا الإسلام، يعني أول حاجة انهم لم يسلموا بس عايشين يعني في عصر النبي هم موجودين لكنهم لم يدخلوا الإسلام، ده يبقى تابعي. وأسلم بعد ما توفى الرسول بعد 11 هجري، دخل الإسلام واحد منهم أو اتنين أو كلهم. شافوا مين؟ شافوا الجيل ده دول الصحابة. فالتابعي هو الرجل الذي رأى الصحابي لكنه لم يرى النبي ولو كان يعيش في عصره، بس كان غير مسلم. أو الحل التاني بقى إن التابعي رقم اتنين بقى، إنه دول مجموعة ناس نوع تاني يعني ما تولدوش أصلاً أيام النبي خالص، يعني تولدوا بعد 11 هجري، توفى النبي أو توفي تمام، ولدوا وكبروا في السن، مشيها قول من أول سن 20 كانوا بيتلقوا 20 سنة، ال20 سنة دول مع 11 هجري لما توفى الرسول يعني سنة كام؟ 31. 31 هجري كان أغلب الصحابة دول بقى الجيل الأولاني ده، إلا قليلا منهم يعني الكبار أبو بكر وعمر وعثمان توفوا، وكبار الصحابة مكيين أو مدنيين عايشين تمام. لما يقابلوا دول بقى وهم تلامذة كده عندهم 20 سنة بيسمعوا من دول، فده بقى إيه؟ ولد بعد وفاة الرسول، برضو اسمه تابعي، طالما لقي مين؟ نطلع السهم بقى هنا على طول، لقي صحابي. اوعى تكون لسه صعبه.